حضرتك مقدم مبادرة حلوة جدا لبرنامج الطبيب ويعني و... انا حابه لحضرتك اللي تقولها مش انا اللي هي أه علاج ال اه طبعا بن بنعالج خمس حالات مم. مجانا في مستشفى السلامة التابع لجمعية مرضى الأورام بالغربية أوكي ومقرها طنطا شارع البحر بجوار مستشفى الجامعة مم. الغربية بس لأي حد مم. بن... بنعالجهم فروم A to Z مم. تشخيص وعلاج سواء علاج جراحي سواء علاج كيمائي سواء علاج إشعاعي أو هرموني مم. خمس حالات خمس حالات آه مجانية مجانية يعني كشف تشخيص علاج حتى لو كان في جراحة آه. حضرتك آه. بتعالجهم آه. أيا كان نوع الورم بالظبط كده يعني مش آه. بنحصر الموضوع لا في ورم معين ومش لأهل الغربيه بس لا أي حاجة. طبعا احترامي لكل أهل الغربيه لا ولكن لا طبعاً. يعني لو حد بيشاهد حضرتك او آه شايف ان يعني احنا عارفين ان بصراحه يعني ان حضرتك في المستشفى دي او لحضرتك بالذات في ناس بتجي لك يعني واشتكت ان هي عملت حاجات بره مصر حصل. وتعالجت للاسف غلط حصل لو عايزه نبذه مختصره عن الموضوع ده عشان قد ايه الناس تعرف ان احنا وصلنا لنسب نجاح كبيره قوي وماشيين على البروتوكول الصح لاي اورام خبيثه. بصي حضرتك زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه احنا عندنا الحقيقه يعني تحدثا بنعمه الله عندنا طرق التشخيص والعلاج مستواها عالي مم. وعندنا علماء مصريين وجراحين مصريين مهره. مم. هنا لازم برده نغير فكر الناس ان مش كل حاجه في مصر وحشه ومش كل حاجه بره مصر حلوه صح اه ف بيجي لنا حالات يعني برضو لم لم توفق في العلاج في في اوروبا وامريكا